السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أتكلم معاكم في نقطة بسيطة، وهو لو أنت اتحطيت في موقف معين وموضوع فحص اللوناش والمعادات التقيلة وأنت مش متخصص، يعني شركتك ما عندهاش راجل مختص للنقطة دي، بس مهندس مسؤول عن الكلام ده يعني. فطبعا بيسدوا المهمة لراجل السلامة والصحة المهنية الخاص بالشركة أو بالموقع دوت، فبيضطر ياخد بعض الإجراءات أو يعمل عمليات الفحص عشان يأكد إن المعدة صالحة للاستخدام خلال عمليات الرفع. طيب انا اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ اول حاجه باكد فيها على موضوع الكرين، ابص على الورق بتاعه. يبقى اول حاجه هبص على الورق بتاع الكرين مع شهاده اختبار صالحه لمده سنه، مع الكل الليفتنج تاكلز الوايرات بقى والقفل والحاجات دي كلها تكون معاها شهاده الاختبار بتاعتها صالحه لمده 6 شهور، عشان شهاده الفحص والحاجات دي كلها سنه للمعده و6 شهور للليفتنج تاكلز او ليفتنج جيرز بتاعتنا. بعد كده موضوع رخصه السواق والحاجه دي كلها يكون مأكدين عليها الرخصه الساريه، سواء مع شهاده ان هو يقدر يسوق المعده ويقدر يشتغل على المعده والحاجات دي كلها. يبقى كده خلصنا من موضوع الورق، ودي حاجه بسيطه كلنا نقدر نعملها. تاني حاجه هنعملها هبص على العجل بتاع الكرين، فحص نظري بقى للعجل، فحص نظري لموضوع تسريب الزيوت، هل في تسريب زيوت ولا لا، تسريب الزيوت ممكن يجي منين؟ ممكن يجي من الصينيه، الدواره بتاعه الونش، المحرك بتاعه، المين بوم بتاعتنا والجاكيت بتاعتنا، الحاجات دي كلها، الجاكيت بتاعت الاوت ريجرز، ودي مهمه جدا جدا، دي ما فيهاش طبعا زي ما قلنا ما فيهاش اكسبشن ولا فيها اي حاجه من ديت، اي تسريب زيت في النقطه ديت لازم يتعمل له عمليه ريجكشن او رفض للمعده بتاعتنا. طيب انا دلوقتي خلاص الورق بتاعي تمام، فحص نظري على البادي بتاع الكرين لو في اي لحام، لان طبعا البروسيجر بتاع اللحام مختلف جدا ومعقد، لازم يتم موافقه من خلال الشركه المصنعه ويكون معاه شهاده بعد كده تثبت ان صلاحيه اللحام دوت او جاهزيته ان هو مش مؤثر على المعده، حوارات يعني كده يعني. تمام، بعد كده ببص على موضوع اللايت، الاضاءه، الاشارات بتاعتنا، الحاجات دي كلها. طب انا خلاص شفت الورق بتاعي، السواق، الرخصة، الحاجات دي كلها. بعد كده ببص على موضوع الفحص النظري اللي قلنا عليه. بعد كده بقى اخش في حاجة اكثر تعقيدا بعد كده، على موضوع القرايات او الكمبيوتر. تمام، طيب هعمل ايه بقى؟ انا معايا جدول احمال خاص بالكريم، بختار بعض النقاط. يعني ايه بعض النقاط؟ يعني ريدياس مع بوم لينس، تمام، كذا نقطة، 5 6 نقط متعددة، واقول له فريدلي على النقطة الفلانية. النقطة الفلانية معناها ريدياس معين وبوم لينس معين، واكد ان جدول الاحمال اللي انا بطلبه منه الكلام ده يكون هو نفس جدول الاحمال في الوضع ده. يعني ايه الوضع ده؟ الوضع ده معناه هل بوم رئيسي ولا فلاي جيب؟ الاوت ريجرز المفروض، هل الاوت ريجرز المفروض ديت فولي ولا ميد؟ يعني كامله ولا نص؟ على حسب جدول الاحمال اللي شغال فيه. الكوانتر ويت، زاويه الدوران، كل الحاجات دي باخدها بعين الاختبار. بعد كده بقى لما بقول له افريد لبوم معين وريديس معين في جدول الاحمال بيديني نقطه معينه، بخش اقرنها، بخش اشوفها على مين؟ على الكمبيوتر سيستم بتاعنا، تمام، واشوف نسبه الخطا، هل نسبه مقبوله مسموحه ولا لا، وبغير الكلام ده في كذا نقطه. لو لقيتها تمام خلاص اخش بعد كده على مين؟ على التيست بتاع الليمت سويتش، الليمت سويتش الخاص بالهوك الرئيسي والهوك الفرعي، الليمت سويتش الخاص بالدوران، الليمت سويتش الخاص بالزاويه، لان في كل وضع ليه زاويه اقصى وزاويه ادنى، الحاجات دي كلها ليمت سويتشات. طيب يبقى لي بعد كده اللود تيست، بشوف لود معين 4 طن 5 طن 10 طن على حسب المتاح عندي، وبخليه يعمل عليه لود تيست واشوفه هيفصل عند الحموله المقرره اللي هي بتبقى من 95 ل 105 او 110 او 107.5% على حسب الستاندر اللي هو مبني عليه اللود تشارت او الكرين بتاعنا. فدي حاجة بسيطة تقدر من خلالها تشوف الكرين بتاعك صالح للاستخدام ولا لا، وطبعا كل ما الكرين يكون سنة التصنيع بتاعته جديدة كل ما انت تبقى في السيف سايد والشركة بتاعتك نفس الكلام. نأكد أهم حاجة بعد كده أثناء عمليات الفحص إنك تكون معاك الدوكيومنتس، الورقة اللي أنت بتراجع للتشيك ليست اللي أنت بتفحص على أساسها، وتعمل باركيت للأريا، ويكون معاك الراجل المسؤول من السب كونتراكتور اللي هو تبع الشركة دي. شكرا.